من يوم ما جوزي مات رجعت عشت في بيت امي مع جوزها وعيالها. طلع عيني في خدمته اللي اتقدم من جوزها على شويه غلاسه من عيالها. زهقت قمت سبتهم ومشيت، قلت اشتغل بلقمتي احسن، انا كده كده خدامه. هو واحدة صاحبتي كلمتني عنها وقالت لي شوف لها شغل، فقلت اجيبها لك تشوفيها يمكن تعجبك. واخوكي فواز كان طلب مني اشوف لك بنت خدامة صغيرة كده تقعد مع العيال وتراعيهم. وانتي جوزك مات ازاي يا حبيبتي؟ خبطته عربية قام راح فيه. انتي تقولي لجوزك ما يحبكهاش، وبعدين دي هدية من اخوكي ومرتبها عليه. يا انهار ما انتي عارفة يا اختي الست بتجيلي يومين في الاسبوع. يا اختي تيجي تيجي زي ما تيجي، دي حاجة تانية. الولاية اللي بتيجي عشان التنظيف والطبيخ والحاجات دي، دي عشان العيال تمشي وراهم تلقط اللي بيقع منهم كده ولا كده. كتر خيرك يا حبيبتي. وبعدين عشان لو عزتي تشتغلي جوزك ما يتحججش وما يبقاش البيت فاضي كده من غير حد، ودي تقعد بالعيال. مش عارفة أقولك إيه بس يا أنهار. تسمي بالله وتقولي لها تخش تشوف شغلها. طيب يا حبيبتي، شايفه الاوضه اللي هناك دي؟ روحي غيري هدومك كده وتعالي اقول لك تعملي ايه. حاضر يا قمر. غلبانه وباين عليها طيبه يا اختي، مأساويه قوي يا ستي. كل واحد فيه اللي مكفيه. اسيبك انا بقى. لا استني، ده انا عاوزاكي. خير يا حبيبتي؟ ابويا يا انهار، ابويا. نفسي اطمن عليه يا اختي، مش عاوزاه يحس انه لوحده ولا ناقصه حاجه. Said winning was cheap. You know those photos where the new player holds a team jersey and poses with the owner? That's me on the left. Inside that building, that's where I was. تفضل يا شاي. تحب اعمل لك حاجه يا قبل حيات؟ لا يا سماح، روحي انت يا حبيبتي، انت جايه من السفر تعبان، ولا تحبي تتفرجي على الفيلم؟ يعني لو حضرتك مش عايزه مني حاجه انا ممكن ادخل انام. لا خلاص خش، انت عارفه فين نومتك مش كده؟ عارفه. تصبحي على خير. انتي من اهله يا حبيبتي. بقول لك يا حياة، انا مش شايف داعي لوجود البت دي في البيت واحنا هنا كده. ليه يا علي؟ ليه؟ البت غلبانه ونفعاني قوي كمان. ما اذا كانت نفعك يا رات هتيجي على حريتي انا 24. خلاص يا علي، هبقى اخليها قاعده في الاوضه مع العيال طول ما انت قاعد هنا. وانت شايف ان ده حل؟ الله، طب اعمل ايه يا علي؟ ما انت اللي مش عاوز تريحني. وبعدين والله والله هنكسب فيها ثواب. أنا قلت أكيد جاي من الشغل تعبان وما تغديتش. قمت عاملة لك لقمة بإيدي. لا، ما أنا أصلي هستنى حياتنا نتغدى سوا. قبل حياتك شكلها هتتأخر، وبعدين ما ينفعش تفضل قاعد كده من غير أكل. أقول لك على حاجة، مقمقة العين في الجرنان وأنت على لحم بطنك تدوخك وتتعب لك نظرك. هاتي الأكل يا سماح. يا رب أكلي يعجبها. الله، هي ليه ما عملتش الأكل النهارده؟ ما لحقتش، هي دوب صحيت من النوم قامت نازلة طوال. تحب أعمل لك حاجة تانية يا أستاذ علي؟ لا متشكر أوي. بقول لك يا سماح، انت قلتي ولا لسه؟ الحمد لله. افصص لك؟ مش غريبة قوي ان يكون فرح اخوكي فواز النهارده وما يعزمناش. يعني هي اول ولا اخر جوازه يا علي؟ ما انت عارف فواز ما بيحبش الهيصه، بيحب يخلص بدري بدري. ايوه بس انا سمعت ان اهل العروسه عاملين فرح ومعازيم وليله يعني. ابويا قال لي، وقال لي كمان لو عاوزه تيجي تعالي، بس انا بقى اللي قلت له بلاش. بلاش ليه؟ مش عاوز اخسر انهار يا عادل. انهار برضو بنت عمي وحبيبتي وليها جمال كتيره في رقبتي. ما ينفعش بقى اروح اهيص في فرح واحده هتبقى درتها، عيب. اللي انا بقى مستغرب له، اخوكي ورث ده الجواز الكتير ده من مين؟ هو طول عمره كده يحب الستات موت. انا فاكره واحنا صغيرين كان ليه مغامرات قد كده، بس الحمد لله بقى ربنا هداه وبعده عن اي حاجه حرام. من يوم ربنا ما اداله وهو كل لما يحس بحاجه ناحيه واحده يتجوزها على طول.
وشرع ربنا. ايوه يا بنت، بس شرع ربنا ما قالناش يعني نتجوز عمال على بطال كده. ربنا ادى للرجاله رخصه الزواج من 4 في ظروف معينه، مش اي كلام يعني. يعني مش اي واحد معاه قرشين يوم رايح يتجوز. نعم يا اخويا، يعني ان شاء الله. يعني انت لو جري في ايدك قرشين هتروح تتجوز عليا؟ انا بقول لك ايه وانت بتقولي ايه يا بنت؟ اذا كنت بنتقد اخوك شخصيا. بحث. تعرف يا علي لو الشيطان لعب في نافوخك يوم انا هعمل فيك ايه؟ هتعمل ايه؟ لا ولا حاجه يا اخويا، هتلاقي نفسك متكون في حفره متر في متر وعليها شويه تراب، وانا قاعده بالعيله والو العيله. يا ساتر، انت طلعت مفتريه. خش يا سماح. العشاء جاهز يا قبل. طيب يا حبيبتي روحي اعملي لنا شاي على بال ما ناكل. حاضر. استنى يا سماح، اتعشيتي ولا لسه؟ لا، لما تتعشوا انتوا الاول. لا روحي اتعشي وبعدين ابقي علقي عشاء. حاضر. ايه يا علي؟ ايه؟ انت فاكرني هجوعها يعني؟ لا يعني بس مش عاوزين نشيل ذنبها، دي امانه في رقبتنا دلوقتي وهنتسيل عليهم الايام. ماشي يا اخويا، ربنا يقوي ايمانك. يلا بقى قبل الاكل ما يبرد. يلا. بس بقول لك ايه، ما تتقلش في العشاء. يا علي يا علي، ايه النور ده؟ انت نايمه من امتى حياتي؟ مش فاكره. ده ايه اللي اخرك كده؟ ابدا، الكلام خدنا. وانت ايه اللي منامك بدري بس دلوقتي؟ تعبانه يا علي، تعبانه، جسمي مكسر. تعبانه؟ تعبانه من ايه؟ وانت بتعملي حاجه؟ بذمتك يعني ده سؤال؟ طب بقول لك ايه يا حياه؟ ما تقومي تصحصحي كده وتقعدي معايا تتفرجي على التلفزيون. النبي انت رايق قوي. يا علي جسمي مكسر، عاوز انام. روح اتفرج انت لو عاوز. لا مش عاوز، مش عاوز حاجه خالص. اطفي النور ده بقى. هو كان صحيح طيب وغلبان وعايز يعمل اي حاجه عشان يرضيه، بس هو ما كانتش حيلته حاجه. في ناس كده حظها بيبقى قليل، حتى بيبقى عمرهم قصير وبيروحوا في طيس. وما اتجوزتيش تاني ليه يا خايبه؟ يا بنت يا بنت، انت لسه صغيره وحلوه، والف مين يتمناكي. سوء الحلاوه جبر خلاص يا قبل. الواحده مننا عشان تتجوز لازم لها شويه قرشينات كده عشان تساعد بيهم. يا اللي بقى تروح تتجوز لها واحد قد عمرها 3 مرات عشان يصرف عليها. يا بنت اللي انت بتقوليه ده، مالك محسساني كده ان عندك 100 سنه؟ يا بنت انت لسه صغيره على الكلام ده. صغيرة ولا كبيرة؟ خلاص ما بقيتش فرق. معلش يا قبلة، دوشتك في حكاياتي ومشاكلي. أما أخش أعمل الرز. الشاي يا حاج. شكريني يا بنتي. أنت سماح؟ خدمتك يا سي الحاج. سماح بقى يابا شايلة من عليا أيام، من ساعة ما جت نوها ما بتنامش إلا في حضنها. ما هو باين عليها. أنت منين يا بنتي؟ أنا من بلد صغيرة كده، نواحي الشرقية. روحي أنتي دلوقتي يا سماح. حاضر يا أب. بنت عيلة يابا. جوزك فين؟ جوزي راح يقعد مع أهله شوية. طيب حط عينك على البنت دي. الأمر ما يسلمش يا بنتي. المثل بيقول حرص ولا تخون. دي يا حاج، انت قلقان من حاجه؟ يا بنتي مش قلقان ولا حاجه، البنت لسه صغيره، ممكن اي حد يضحك عليها بكلمتين. عشان كده بقول لك فتحي عينك كويس قوي، اهمنها، تخلي بالك منها وعليها. طب بقول لك ايه، انت هتروح تكلم مرات عمي في التفاصيل امتى؟ يا حياه، حياه حياة. قبل حياة مش هنا، قالي ان انا اقول لك انها نزلت كده مشوار مع الحاج منى. وانت بتعملي ايه هنا؟ انا بنضف البيت، بس وحياة النبي لألم لك الدنيا دي حالا. ويعني ما لقيتوش غير يوم اجازتي عشان تنضفوا فيه البيت؟ معلش يا استاذ علي، حقك عليا، حقك عليا ألم لك الدنيا دي حالا. يا ست اللي عليا ولا عليكي،
اذا كانت صاحبه البيت مش في دماغها يبقى انت اللي مش هتقلبي لي البيت. معقوله؟ ما قالتش هتيجي امتى؟ هي قالت انها مش هتتاخر. احضر لك الغدا؟ ها؟ كل حاجه جاهزه على التسخين. لا انا هستنى حياتي تتغدى سوا. ليه؟ ده انا مفصصالك. مدعو اللي كانوا حاسبينه عليا راجل ما كانش بيديني ولا مليه، ما كانش فلح بس غير يخليني اقعد ادلع فيه ليل ونهار. مش حجرين شيشه وش سجارتين محشيين وش حاجات تانيه بقى، وانا واحده عايزه تعيش وكل ده وما تمرش فيه. هقولك ايه بس يا سي علي ولا ايه؟ الواحده مننا بتبقى عايزه كلمتين حلوين اخر النهار عشان تنسى كل اللي هي بتشقى مع جوزها، وده بقى ولا كان بيقول ولا كان بيعمل. يلا الله يرحمه. وعشت معاه كتير يا سماح؟ 3 سنين. يا خبر اسود، 3 سنين على الحال ده؟ واللي زي هتعمل ايه؟ لو قلت طلاق تبقى عيب، صبرت وربنا افتكر. طب واهلي؟ اسخم وادل، مر تاني وانكتب علي. ده انت اتبهدلت يا سماح. محدش خالي من الهموم يا سي علي. القصد انت ما بتاكلش ليه يا سي علي؟ ولا اكلي بقى مش لادد عليك؟ وانا باكل غير يا سماح، غيرش بس ان ماليش نفس. ازاي يعني يا سي علي لازم تاكل؟ ده انت بتشقى. عاوزاني اكل يا سماح؟ طبعا بألف هنا وشيف. طب أنا ليه شرط واحد؟ انت تؤمرني يا سي علي. تاكلي معي. انت خارج ولا ايه؟ مش جديدة يعني، ما انا كتير قوي بنزل بالليل. هو انت مش ملاحظ انك مزودها حبتين يا علي؟ ده انا اللي مزودها عشان هنزل اروح على القهوة اقعد ساعتين، ابقى انا اللي مزودها؟ وسعادتك لا بتزودي ولا بتنقصي، ماشي على الصراط المستقيم، واخده بالك من بيتك ومن عيالك ومن جوزك، مش مخلينا محتاجين اي حاجه. ايه الكلام ده يا علي؟ انت بتتلكك لي ولا ايه؟ انا مش محتاجه اتلكك عشان اتكلم معاكي، انا اتكلم واقول اللي انا عاوزه في الوقت اللي انا عاوزه. وطي صوتك العيال تصحى. انت اللي لازم تفوقي. ليه يعني؟ وانا عملت ايه لكل ده؟ ولا انت اللي واقف لي على الوحده والسلام؟ كل ده كان ليه؟ عشان رحت لابويا ساعه الظهر في نفس الوقت اللي انا برجع فيه البيت ارتاح واتغدى. كنت مضطره يا علي، كنت مضطره. ابويا بعت لي وكان لازم اروح. راحتك يا علي، اعملي ما بدالك. انا عاوز اقول لك على حاجه مهمه. انا شخصيا زهقت. ايه عاوزاه انت كمان؟ ما هو ما ينفعش افضل قاعده كده وقبل حياه مش موجوده. الناس تقول عليا ايه؟ طب ما تعمل اللي انت عاوزاه، انا مش ناقص وجع دماغ. انا اخش اغير والم الهدمتين بتوعي وادور لي على اي حته تتويني، وانا ونصيبي بقى. مش عايز اعمل لك حاجه قبل ما امشي. لا مش عاوز. على العموم انا مجهزه لك كل حاجه على التسخين عشان يعني كده ما تلص وانت لوحدك، ولو جعت سخن لروحك وانا مفصصالك. خير يا استاذ علي؟ في ايه؟ انا بغير هدومي، ما يصحش كده. تقدر تلبس هدومك دلوقتي، الوقت متأخر ممكن تبقي تمشي الصبح. أيوة بس يعني ما بسش ولا حاجة، ممكن تبعيتي هنا في الأوضة وتقفلي على نفسك بالمفتاح. الصباح رباح وله عينين، تقدري تبقي تمشي الصبح.
حاج منعم، انا ما قلتلهاش تمشي عشان ارجعها، حياتها اللي بتتلكك على المشاكل وعاوزه تمشي. اقعد يا علي، اقعد، خلينا نكمل كلامنا. مؤاخذة يا حاج، حياتي ليها حاجات كده يعني بتخلي الواحد يخرج عن شعوره. بس برضه يا علي يا ابني ما يصحش تسيبها تنزل في نص الليل جرى عينه في ايدها والتاني على كتفها. هي دي الامانه اللي وصيتك عليها يا علي؟ ما بتردش ليه؟ مش عاجبك كلامي ولا مش لاقي رد؟ يا حاج منعم، انا صحيت من النوم ما لقيتهاش في البيت، لا قالت لي رايحه فين ولا جايه امتى ولا اي حاجه. انت يرضيك كده؟ طبعا ما يرضينيش. طب بس انا عاوز اسالك سؤال يا علي، انتوا اتخانقتوا مع بعض كام مره في حياتكم؟ قول ما اتخانقناش كام مره في حياتنا، احنا مضينا خناقه يا حاج. يعني اتخانقتوا كتير؟ عمرها عملت حركه زي دي في خناقه من دول؟ هو ده اللي هيجنني. انا بدل ما تتجنن يا اخي روح اسمعها وشوف ليه ده حصل. الله، وصدقني يا ابني انت لما تتكلم معاها ده في حد ذاته هيحل مشاكل كتير بينكم. والله يا ما اتكلمنا يا حاج ولا حياتي لمن تنادي. صدقني يا علي يا ابني لازم تعرف مراتك ليه عملت حاجه هي مش متعوده عليها، لان ده في حد ذاته مؤشر مش كويس، ما ينفعش تتجاهله او تعمل زي العيال الصغيرين تتقمص وتعاند. والله يا حاج انا عملت كتير قوي، انا وصلت لحاله خلاص اتخنقت. لا لا يا علي ما تقولش الكلام ده، ربنا سبحانه وتعالى خلق في الراجل قوة التحمل، مش علشان الشغل وتعب اليوم والكلام ده، لا لا لا، ده ربنا أنعم عليك كده علشان يقدر على عيشته مع مراته. طب وحكاية الشغل اللي مش عايزة تشيله من دماغها ده؟ خلاص يا سيدي، أنا اتفقت معاها هتنزل معايا المحل. هي كانت معانا في الأول بس في الآخر فهمت إن ده الحل الوحيد اللي ما يزعلكش. من نفسها كده يا حاج من غير انا ما اعرف؟ في ايه يا علي يا ابني؟ انت هتخاف عليها وهي معايا؟ يا حاج دي مراتي، دي مراتي، واللي عملته ده خروج عن طوعي بصراحه. بقى يا حاج هي كده جابت اخرها معايا. عسولي يا علي، عاوز اقول ان كل واحد بقى ينام على جنب اللي رايح. يا سي علي، ما حدش بيرد برضك؟ ما حدش اهو طول اليوم كده عمال يرن 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 وفي الاخر ما حدش يرد. خليه يرن والدنيا كلها. طب تحب اعمل لك حاجه؟ لا متشكر يا سما. وعاوز اشكرك على حاجه كمان. انا بشكرك بصراحه على انك ما مشيتيش وسبت البيت وسبتيني لوحدي. اقول لك على حاجه، انا شخصيا ما بعرفش اعمل كوبايه شاي لنفسي بصراحه. كده يا سي علي انا ما هنش عليا اسيبك لوحدك، ولو يعني انا خايفه قبل حياه لما ترجع انا مش عارفه هتعمل معايا ايه. بس يلا كل واحد بيعمل باصله. صدق انا مستجدعك قوي يا بنت سماح، كل يوم بستجدعك اكتر عن التاني. طب اقعد اقعد. خش يا حياتي، خش يا بنتي، خش خش. أنا قصدت أجيبك وجوزك مش هنا عشان لما يرجع يلاقيكي. يلا افردي وشك بقى. بقول لك إيه يا أبو؟ أنا ساكتة وحاطة 100 جزمة في بقي عشان ما أزعلكش ولا أرد لك كلمة. لكن حكاية أفرد وشي دي بقى مش هقدر. كفاية قوي إنك كسرتني وخليتني أرجع واقفة يا قمر عيش. يا بنتي ما تبقيش هبلة أمال. دي الست مهما كان لها من أهل وناس في الآخر مالهاش إلا جوزها وبس. صدقيني. وانا قلت الكام يوم اللي فاتوا دول كفايه قوي عشان يعرف قيمتك ويتعدل. بقى مرت ما جه جري عشان يصالحني. يوه يا حياه بقى، هي البنت اللي كانت هنا دي راحت فين؟ ما تخليها تعمل لنا شاي. سماح؟ ده انا نسيتها دي كمان، استنى كده اما ابص عليها. سماح بنت، يا سماح، سماح يا سماح، سماح هي بنتي الاتية؟ ايه ده؟ لا باين عليها مشيت يابا. مشيت؟ احسن برضو عشان تبقوا براحتكم. طب كنت خلتني اجيب العيال.
مش هيهون عليا بات من غيرهم. يوه يا حياتي، ما انا قلت لك يا بنتي هجيبهم لك بكره. الليله دي انا عاوزك تبقي جوزك وبس، مش عاوزكوا تشوفوا الا بعض عشان الفلوس تصفى وربنا يهدي. الو، ايوه يابا ازيك. معلش، اصلي كنت باخد دش وبعيد عن التليفون. لا لسه ما جاش لحد دلوقتي، مش عارفه ليه. انا دخلت غفلت شويه وصحيت لقيته برضو لسه ما جاش. لا يابا، ما مرضتش اكلمه، قلت اعملها له مفاجاه زي ما انت قلت لي. سماح؟ لا ما رجعي. ايه ده؟ بقول لك ايه يابا، والنبي استنى بس ثانيه واحده، هبص على حاجه كده وارجع لك على طول. اوعى تقفل، عاوزاك ضروري. ثانيه واحده. فلوس يا بنت الحراميه. طيب حاضر، انا جاي اهو. شفتي المصيبة اللي حلت على دماغي يا خالتي؟ فين أبويا؟ يابا خير يا بنتي؟ أنا يا دوب هلبس وجايلك. ما أنا ما قدرتش أستنى، بقى البنت اللي قويتها وحماتها تعمل فيا كده، تسرقني. طب يا بنتي بالهداوة، أنت كده قلبك هيقف. يا خالتي يا خالتي، أنت ما تعرفيش اللي حصل، البنت سرقت فلوس فوات كلها. وجوزك فين؟ مش عارفة، من ساعة ما روحت لسه ما رجعش. ايوه هيكون راح فين يعني؟ انا عارفه بقى يابا، يابا انا مش فيه دلوقتي، انا في البيت اللي سرقتني وهربت، والنعمه لو اديها في 60 داهيه، بس اعرف لها مكان بنت الرفه دي. هي البنت دي مش اللي جابتها لك انهار؟ صحيح، راحت عن بالي دي ازاي؟ بس كده بقى تاهت ولقيناها، بكره نروح لانهار نعرف منها سكتها. الحمد لله على سلامة يا ست هانا. علي انت هنا؟ انا دخت عليك اتصالات من امبارح، انت كنت فين ومال موبايلك؟ ماله موبايلي؟ ما هو زي الفل اهو. على فكرة انا جيت امبارح واستنيتك كتير. لا والله، جيتي وما لقيتنيش، زهقتي خدت بعضك ورحت على بيت ابوك، صح؟ طبعا عندك حق تتريق، ما انت ما تعرفش اللي حصل من امبارح، انا دمي محروق من الصبح. انت يا هانم اللي دمك محروق ولا انا اللي دمي محروق من يوم ما سبت البيت؟ ها؟ عايزه ترجعي البيت تاني تلاقيني قاعد مستنيك وحاطط ايدي على خدي على ما تاخدي الاذن من ابوك واخوك عشان ترجعي بيتك. في ايه بس يا علي؟ حلمك عليا شويه، مش تعرف الاول اللي حصل؟ يا ستي مش عاوز اعرف حاجه. انت شفت سماح اخر مره امتى؟ سماح؟ ايش دخل سماح دلوقتي في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه؟ ما تخلينا في موضوعنا. البت سابت البيت وطفشت. ما تروح في 60 داهيه، هعمل لها ايه وانت عاوزه منها ايه؟ ما هو مش حكايه طفشان وبس. امال حصل ايه تاني؟ البت ايديها طولت وسرقت. سرقت ايه؟ فلوس، فلوس كان فواز اخويا شايلها معايا. فلوس؟ فلوس ايه؟ ده غير المصايب اللي نازله ترف، حراميه دخلوا على بيت فواز وقلبوه. لا حول ولا قوة الا بالله. يلا يا حياتي اهمي شوية، اخوك يكلمني وسبقنا على المديرين. معقولة يابا يكونوا جابوها؟ طبعا الناس ما بتلعبش، وبعدين ما تنسيش انتي اختي مين؟ ربنا يخليك يا فواز ليا يا رب. امال فين علي؟ ما جاش معاكي ليه؟ لا ما انت ما كلمتني كان هو نزل، ما رضيتش اقول له بقى مش ناقصه دوشته هو كمان. طب يلا مش مهم، يلا بينا عشان ما نتاخرش على اخوك. يلا همي. احنا لقيناها راكبه ميكروباص ورايحه بلد الياف، ومعاها لفه فيها فلوس كتيره. الكمين شك فيها، ولما اتحرى عنها لا اوصفها مطابقه اللي انتوا قلتوه بالظبط. دلوقتي نشوف اذا كانت هي ولا مش هي. يا فندم هات البنت اللي عندك بره. لو طلعت هي امسكي نفسك، مش عايزين جيرانه ابدا. سيبني بقى يا فواز اللي انا فيه بس بقى. الله، يا بنت الحراميه. يا احنا قلنا ايه؟ انت متاكده انها هي؟ طبعا يا باشا، هو انا يعني هتوه عنها؟ وليه يا سماح؟ الفلوس اللي هيوها معاك بتاعتك؟ ايوه بتاعتي يا سعادة الباشا،
بتاعتك منين يا حراميه؟ بتاعتك منين؟ مالي بقى؟ وجبتيها منين؟ جبتها من جوزي. وانت متجوزه؟ ايوه متجوزه. دي الورقه اللي ادهنها المأذون عقبال ما يطلع الاسير. تلاقيها ورقه مضروبه من الحكايات المضروبه اللي كانت بتحكيها لي. بقى انا يا بنتي تعملي فيا كده؟ انا والله لو وريكي، والله لو وريكي. وانت ايه؟ ما بلاش كده بقى. ومين بقى اللي انت متجوزاه؟ اسمه عندك يا سعاده الباشا. اسم الزوج علي السيد عبد الهادي. مين؟ علي. جوزي وجوزنا كمان على سنة الله ورسوله. حياة حياة بنتي حياة. عاوزانا اعمل ايه يا انهار؟ اقوم اتحزن واقول جوزي اتجوز عليا؟ انا ساكته اهو حاطه في نفسي لحد ما اشوف لي صرفه معاه. انا ما قلتش كده، بس عيالك دلوقتي محتاجين لك اكتر من الاول. وهو ما عرفش كده ليه؟ ما فكرش فيهم ليه؟ حسني ايه انا يا نهار؟ فيها ايه زيادة عني؟ انا يتجوز عليا؟ ومين؟ خدامة؟ خدامة لمتها من الشارع؟ ورحمه امي، ورحمه امي ما هسيبه يتهنى معاها ليله واحده، ورحمه امي للففه حوالين نفسه. والنبي ما تعملي في نفسك كده، خلي بالك من روحك يا هبله. لو جرالك حاجه ما حدش هينفعك، عيالك محتاجين لك وهو هيرجع، هيفوق ويرجع. يفوق من ايه؟ خلاص خلاص يا انهار، هتجوز عملها واتجوز. انت يا اختي فاكراني هفضل على ذمته بعد ما باعني؟ ليه؟ ماليش اهل؟ ما عنديش كرامه؟ معلقني من على ناس يتحرى؟ لا يا نهار، الست اللي تتنازل عن حقوقها تستاهل كل اللي يجرالها، واللي ترضى بضره تبقى معيوبه. كملي كملي. سامحيني يا اختي، والله ما اقصد. ولا يهمك، انت ما غلطتيش. انا محروقه يا انهار، قلبي وجعني اوي، مش داريه باللي بقوله. معلش يا اختي، بس انا عايزه اقول لك على حاجه. انا اذا كنت مستحمله اخوكي وراضيه بكل اللي بيعمله فيا عشان بحبه وبس، وانت كمان بتحبي جوزي. لا، الكلام ده مش هيجيب نتيجه معايا. برضه مفيش زي فواز، على الاقل ما اعملهاش من وراكي. اخدام خدامة يا نهار، خدامة. بس وديني وديني يا علي محاسيبك، وديني لطفحك كل الهنا اللي عشته على ايدي. اللي له حق يدور عليه بقى. انت كده جبتي اخرها، اللي له حق يدور عليه.
انت مش سامعني ولا معايا من اساسه. ليه بتقول كده يا حاج؟ هو عشان انا ساكت ما بتكلمش يعني ابقى مش سامعك؟ بالعكس، انا ساكت عشان اسمعك. لو كنت سامعني حقيقي ما كنتش هتسكت، كنت هتتكلم وترد عليا وتقول كل اللي جواك. انما انت شاغل بالك بحاجه واحده بس من ساعه ما جينا، وهي انا ليه صممت اننا نيجي هنا. هقول لك ليه. انا يا ابني جبتك هنا عشان الكلام اللي زي ده ما ينفعش يتقال الا ما بين اربع حيطان وورا باب مقفول، بعيد عن عيون الناس وعن لسانهم اللي ما بيرحمش. ساعتها بقى كل واحد فينا هيقول اللي جوه قلبه، هيقول اللي مخبيه جواه من غير كسوف ولا قلق. شوف حاجه، انا عاوز اقول لك حاجه. انا بصراحه مش جاي عشان اتحاسب، انا جاي عشان اشوف عاوزين، وانا تحت امرك في اي حاجه. وبعدين انا ما غلطتش، وبعدين ما عملتش حاجه كمان غريبه عليكوا يعني. اذا كان وادي علي، وادي علي، اوعى تفتكر يا ابني ان حد هيلومك على الجواز. لا 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 لا، ابدا ابدا. اقول لك، انا هقولها لك قبل انت ما تقولها لي. انت يا ابني عملت شرع الله، عملت شرع ربنا، وهتقول لي ابنك عملها قبلي اكتر من مره. انا هقول لك عندك حق، المفروض بقى اني ما افتحش بوقي معاك ولا ارفع عيني فيك، لان اللي بيته من ازاز ما يحببش الناس بالطول زي ما بيقولوا. لا يا علي يا ابني، انا مش جايبك هنا عشان اي حاجه من دي. ما جايبني ليه يا حاج؟ جايبني عشان تفكرني بالشقه اللي انتوا كنتوا جايبينها لبنتكم، ولا بالفلوس اللي كان بيديها لها فواز كل شهر من ورايا، ولا يمكن عشان تقتتوني عشان اتجوزت خدامه مش من مقام بنتكم؟ لا يا علي، ولا عشان كده كمان. انا يا ابني جايبك هنا عشان اسالك سؤال واحد بس. علي، راح فين الحب اللي بينكم؟ علي قولي راح فين؟ انت يا ابني لما جيت عشان تتجوز حياة بنتي انا وافقت عليك قبل ما اسألها، عارف ليه؟ عشان شفت في عينيك وحسيت من صوتك قد ايه انت بتحبها. ساعتها انا صليت ركعتين شكر لله، لان طول عمري بدعي ربنا ان يرزق بنتي بواحد يكون بيحبها. مش مهم يكون عنده ايه، ما عندوش ايه، لا 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 خالص. قول لي يا علي يا ابني، راح فين الحب ده كله وانت بتتجوز عليها يا علي؟ انت اتجننت يا بت؟ جالي حد هنا علشان تقولي له وحشتني يا سعلي؟ ايه، انت تركيبة شياطين؟ هو انا بقى تركيبة شياطين عشان جاي اقول لك وحشتني؟ يعني بعد عملتك السودة اللي انت عملتيها دي عايزاني ارجع لك عادي؟ تضحكي عليا وتعمليني قنطرة عشان تلهفي القرشين، وجاي هنا عشان تكملي؟ انا قلت لك قبل كده انا مش عاوز اشوفك خالص، خلي عندك دم بقى وكفايه لحد كده قوي. هو ايه اللي كفايه؟ انا الحته تهنى بيك عشان اتحرم منك؟ ده انا يا دوب لسه بشم نفسي قلت لي بعيدي شويه وارجعي البلد. سمعت كلامك وطواعتك، قامت الحكومه جايباني من السكه ومرمطوا كرامتي الارض. كنت عايزهم يعني يمرمطوا فيا وما لهمش انك جوزي؟ ده هم حتى ما سابونيش الا لما عرفوا اني مراتك. مش ده كان غرضك يا بنت؟ انا غرض اعيش معاك مش بعيد عنك. طب قومي امشي دلوقتي يا سماح. انا بعد ما سمعت عن عمتك السودة دي انا مش طايق ابص في وشك. ليه يا سعالي؟ انا ما اقدرش استغنى عنك، انا ملياش حد في الدنيا دي غيرك. وان كان يعني على القرشين اللي اخدتهم هرجعهم، بس انت ارجع لي،
انا مش عايزه حاجه من الدنيا دي غيرك يا سي علي. انا ما صدقت لقيت راجل اتحمى فيه يبقى سندي. بقولك ايه، انا شغل الافلام والسينما ده ما بيخلش عليا. اتفضلي مش دلوقتي. حاضر، انا همشي ومش هعمل لك اي مشاكل ولا هعتب برجلي مكان شغلك ده تاني. بس ابوس ايدك يا سي علي. فكر، متسيبنيش، انا مش حامله بقى لوحدي في الدنيا دي ولا قد ان اتلطش فيها زي زمان. انا بحبك يا علي، ومش بس كده، انا بموت في التراب اللي بتمشي عليه، ولو قلت لي ارمي نفسك في البحر والله ما تلميهالك. انا مستنياك في الاوضه بتاعتي، ما تعوقش. كان قلبي حاسس انك هتجيني، قلت لنفسي يا بنت اكيد ماما مش بيت من اكل الشارع، نفسي رايحه لاكله حلوه. حلفت لاكلك بايدي. بس انا ماليش نفس. هتكسف ايدي؟ ده انا مفصصاك. بس انا مش هاخد غيرتي. وانا مش هغصب عليك، والاكله هو موجود هيروح فين واحنا مع بعض؟ ولا انت بقى ناوي تسيبني تاني؟ اسيبك واروح فين؟ عشان تعرف بس ان مالكش مكان الا هنا. نعم. من ساعة ما طلت في وشك دعيت وقلت يا رب يبقى من اسمتي ونصيبي. ده راجل ولا سيد الرجال؟ أنا كمان أسمع، مش عاوزك تزعلي مني خالص. كل اللي فات ده نسيه. الواحد بياخد وقت كبير قوي لحد ما ينسى حاجات كتير قوي وحياة. الليلة دي ليلتنا مش ليلة حد تاني، وأنا بقى هوريك اللي عمرك ما شفته. إيه؟ ايه رأيك؟ انا عايز اسألك سؤال يا سماح. اسأل يا اخويا. هي ليه الزوجة التانية بس هي اللي بتعرف ترقص؟ عشان تبقى الاخير؟ لا، عشان الزوجة الاولانية لو بتعرف ترقص ما كانش يبقى في زوجة تانية. يا صباح الفرن والورد والياسمين والشربات. صباح الخير يا سماء. صباح القمر. الساعة كام دلوقتي؟ الساعة يا اخويا جيتها. يلا نهار اسود. في ايه؟ اتنفضت كده ليه؟ شغل ورايا شغل، خلاص خلصت كل اجازات اعتيادي ومرضي واي غياب بعد كده بخص. يعني انت شغلك ده بيكسبك كام عشان تخاف قوي كده؟ والله يا سماء حالنا احسن من غيرنا. وليه ما نبقى احسن واحسن وبايدينا؟ مش فاهمك، تقصدي ايه؟ قصدي يا اخويا مراتك مش مصممه على الطلاق خلاص وكله بتمن، ويعني الفلوس اللي على قلبها قد كده من ابوها واخوها ما تدفع منهم، وبعدين يعني اخوها ولا ابوها مش هيسيبوها، والموضوع في ايدينا والطاقه هتاخده 10. ظهر عليك اتجننت يا بنت. جننت عشان بتكلم في مصلحتك؟
لا بقول لك ايه، انا الموضوع بتاع الفلوس بتاع المره اللي فاتت انا فوتته بمزاجي، انما قسما بالله العظيم لو الموضوع ده اتفتح تاني اللي هتبقى ورقه الطلاق اللي هتروح لها ورقتين، ورقه ليها وورقه ليكي، فاهمه؟ وهي يعني يا حبيبي مش الفلوس دي هي اللي مأجرين بيها الاوضه الحلوه دي اللي قاعدين فيها؟ ابا يابا في ايه يا حيات؟ انا قلت يا بنتي على طول على الحامي كده. في ايه يابا؟ خضتني ولا خضتك ولا حاجه؟ دي يا واحده هتعرفي كل حاجه دلوقتي. اظهر وبان عليك الامان. ايه ايه رايك في المفاجاه دي؟ المثل بيقول المايه تكدب الغطاس، وان المايه وادي الغطاس. انا هسيبكم اروح المحل، اقعدوا بقى اتكلموا مع بعض براحتكم. الباب ده هيتقفل عليكم، قولوا لبعض كل اللي نفسكم فيه، بس بشرط ما تخرجوش من هنا الا لما تعرفوا بالظبط بالظبط انتوا عايزين ايه. ازيك يا حياتي؟ الحاج منعم شايف ان الحل في اللي احنا فيه ده كله مش ممكن يحصل الا اذا قعدنا مع بعض واتكلمنا. اتكلم في ايه يا علي؟ في اللي احنا وصلنا له ده. اللي احنا وصلنا له ده بسببك. ايوه بس ده لا يمنع يعني انك عارفه متاكده قد ايه قيمتك عندي. ده من الناحيه دي اطمن، انا عرفت قيمتي عندك كويس قوي. بص يا حياتي، انا هفكرك بحاجه وانت اكيد فاكره. افتكر كويس قوي ان انت اللي جبتيها هنا في بيتنا وعيشتيها في وسطنا، وانا كنت رافض. اكيد فاكره. وبعدين انت ما سبتلهاش البيت تعمل فيه واللي هي عاوزاه وخلاص، لا ده انت سبتلها كل اللي انت المفروض تعمليه ورميتيني انا ورا ظهرك. ابتدت نفسك تعالى على العيشه اللي احنا عايشينها وريقك جري على عيشه الناس التانيه، ونسيتي كل الكلام اللي انت كنت بتقوله لي زمان. افتكري يا حياه؟ لا والله. طب ما تفكر نفسك انت الاول باللي جاي تعاتبني بيه. يعني لو انا كنت غلطانه زي ما انت بتقول وعيني زاغت ورقي جري، لكن عشاني وعشانك وعشان العيال، لكن انت بقى ما فكرتش الا في نفسك. وبعدين كلنا بلاش السكه دي معايا يا علي، مش هتجيب نتيجه. ولو لسه فيك حاجه من اللي كنت مصدقها فيك زمان، يعني شويه رجوله ولا نخوه، ابعتلي ورقة الطلاق معاك بدل ما تعملها غصب عنك. وانت عارف بقى انا بنت مين واخويا مين واقدر اعمل فيك ايه كويس. البركة يا جامد، تبقى خلصت منها ومن عنطازة اهلها
وبعد الكلام اللي قالته لك ده لازم تخلص منها تماما. امسك. اخلص منها ازاي يعني؟ هتطلعها؟ قبل ما تطلق تاخد حقك تالت ومتلت. حاجه لو سمحت بتتكلموا عليها، احنا مش قلنا ما نفتحش الموضوع ده خالص؟ موضوع يا خل ما نفتحهوش، دي ناس قادره وايديهم طايله وفاكرين نفسهم اسياد البشر، ولازم يعرفوا ان الله حق. حقيقة ايه بس يا سماء؟ الحق الحقيقي بقى انك ما تجيبيش سيره الموضوع ده تماما. قالها برد نارك. مش كفايه كلام السم اللي باخده في وشك؟ هي فاكره نفسها مين؟ بنت بار ديلو؟ ولا هي يعني بنت ناس واحنا اولاد البلطة السودا؟ انت بطلت تاكل ليه؟ تعالى بعد كلامك اللي زي السم ده يجيلي نفسك. يعني هو الواحد ما يعرفش يتكلم معاك كلمتين؟ مش هتكلم عشانك وفي مصلحتك. مصلحتي يا سماح انك تسيبيني انام عشان عندي شغل الصبح. تنام؟ هو قال لي تنام؟ هو قال كل ما اتكلم معاك تسيبني وتنام؟ عاوز ايه يا سماح؟ عايزه حقك وحقي من حبابي عينيها. صباح على خير. ازيك يا قبل حياة؟ على اذنك يا حاجة. رضا. امور ست الكل. فضي المحل بسرعة. من انا الاثنين. لا مؤاخذة يا جماعة، احنا مضطرين نقفل المحل عشان مكنة الكاشير عطلان، واللي محتاج حاجة ضروري يروح اي محل تاني. كويس بردك ان احنا بقينا لوحدنا عشان نعرف ناخد وندي كده مع بعض في الكلام. اوعى تفتكري ان انا بتهوش بالحركات ده. هي انسي انسي، انا جايه النهارده عشان مصلحتك. مصلحتك يا حياه. يا حبيبتي، وانا بقى يا اختي مصلحتي هتبقى مع واحده زيك انتي؟ جرايه يا بنت، انتي نسيتي نفسك يا اختي ولا ايه؟ من غير طوله لسان انا جاي اقولك على كلمتين تحطيهم في راسك وتدوريهم وتفهميهم كويس. طولة لسان. يا حبيبتي، طب سمعيني يا اختي، اقعدي تحت رجلي زي عوايدك وسمعيني. ده كان زمان. خلينا في النهاردة. بقولك يا حياة، لو عايزة سي علي جوزي يطلقك، اسمعي الكلام اللي هقولك عليه كويس جدا. بصي بقى يا اختي، لحد هنا يا حبيبتي وخلص الكلام، وانتي اللي جيتي لقضاكي بنفسك، واللي ما حصلش في المديريه هيحصل هنا، عشان اللي زيك ما يتردش عليها بالكلام. تعالي لحمك انا هعرفك. مش هي اللي عايزه تتطلق؟ تقومي تقفلها من ورايا وتساوميها. حقك وحقي. كسري حقك. حقك يا بنت. ليكي حق فيها عندنا. حقك فيها ولا في عيالي ولا فيه بالظبط. انت مالكيش حق في اي حاجه خالص. ده كده يا سي علي. بتضربني عشان واحده نميتها كل زعلت فيك. اخرسي. مش عاوز اسمع صوتك خالص. لا. انا مش هسكت. انا لازم اتكلم. انا ما عملتش حاجه غلط. عشان اقول لها ان انا بقيت زي زيها واحسن كمان، ولو عايزه تتطلق تدفع. انت مالك؟ انت مالك؟ لا مالي ونص كمان. مش كفايه ان انا نزلت ورحت لها عشان الم كرامتك اللي بعترض بالست هانم؟ انت زي اللعبه رايح لاخوها. راسي خالص. انا مش عاوز اسمع صوتك ده تاني خالص. ها؟ كده يا سعاد عايز تضربني تاني؟ هضربك تاني وتالت وهضرب نفسي مليون صارمه. اليوم اللي شفتك فيه، ها؟ منك لله يا شيخة، خدتيني من مراتي وبيتي وعيالي، أنت واحدة ما يملاش عينها غير التراب. بتقول إيه يا سي علي؟ يا سي علي بتقول إيه؟ اللي أنت سمعتيه، ولا هتسمعيه، ولا لسه هتسمعيه مني أكتر.
أبوس إيدك يا زيارة، عمري ما تسلميش، أنا ماليش في الدنيا دي غيرك. هي تعزم أنا بريالة خلاص، مسح ريالته. أنا بحبك. وأنا ما بكرهش في حياتي قد العين اللي شافتك، والأيام السوداء اللي قضيتها في سجنك دي. أبوس رجلك يا زيارة. رجلك ما تسلميش. طالب إلهي بصاروخ ينسف الكدابين، العملية بقت كشري وكله فاتح حرام.